افتتح سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة فعاليات مؤتمر أمن البنية التحتية انفراسك 2016 والذي تنظمه شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم من شركة غاز البحرين الوطنية بنغاز لأول مرة في مملكة البحرين، وبحضور واسع من المتخصصين في هذا المجال ومن مختلف دول العالم ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا في كلمة الافتتاح بأن سلامة القطاع قطاع الطاقة أمر حيوي بالنسبة لمنطقتنا منذ وجودها في الأعمال التجارية المتعلقة بإنتاج الطاقة، منوها سعادته بأن أمن البيئة التحتية في قطاع الطاقة بالنسبة لنا تشتمل على زيادة حماية البنية التحتية الحيوية وخلق ثقافة أمن البنية التحتية وحماية توريد المنتجات النفطية وتحسين درجة التأهب لمواجهة التحديات الأمنية الناشئة والحد من مواطن الضعف للأصول. وأضاف وزير الطاقة بأن مستقبل النمو الاقتصادي العالمي في السنوات العشر المقبلة تعتمد بشكل محوري على تغيرات كبيرة تتعلق بأمن الطاقة الذي سوف تتطرق له فعاليات انفراسك 2016. وقد حث سعادة الوزير خلال كلمته جميع المشاركين على المشاركة الفعالة في مختلف الجلسات التي سوف تتخللها فعاليات هذا المؤتمر والتعرف على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في أمن البنية التحتية والوقوف على التحديات والاتجاهات وكذلك الحلول الإبداعية لهذا التحدي العالمي. وتابع سعادة الوزير إلى أن بعض المواضيع التي سوف يتم مناقشتها خلال جلسات هذه الفعالية على مستوى عال من الأهمية بالنسبة لأمن البنية التحتية في المنطقة والتي من بينها حماية الأصول والتي تبدأ من مراجعة مراقبة الأصول البحرية والبرية. هذا المؤتمر يقام لأول مرة في مملكة البحرين وهو حول أمن وحماية البنية التحتية، والبنية التحتية هنا تشمل جميع الأصول البحرية والبرية والمنشآت الحيوية مثل المطارات والمستشفيات والمصانع والمصافي وغيرها، وكذلك تشمل شبكات نظم المعلومات، حيث في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة خرق هذه الشبكات وتسمى باللغة الإنجليزية سايبر أتاك أو سايبر كرايمز، ولذلك يجب على جميع المؤسسات في القطاع الخاص والقطاع العام أخذ الحيطة والحذر وكذلك استعداد لجميع المخاطر التي قد تحدث في هذا المجال لحماية هذه البنية التحتية، والناس لا يشعرون بأهمية البنية التحتية إلا إذا فقدوها. فمثلا في الكهرباء الناس في الصيف إذا المكيفات تشتغل لا يشعرون فيها، ولكن إذا انقطعت الكهرباء جميعهم يعرفون أهمية المحافظة على البنية التحتية.